الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أطلب من الإخوة وأيضا الأخوات السوريين الالتحاق بالمنصة هنا معي. السوريين الإخوة السوريين جوهم. تحية مغربية شانية سورية. جالية سوريا وألف ألف تحية لجالية سوريا وألف ألف تحية لجالية سوريا وتحية مغربية ولتوا سوريا وألف ألف تحية وجالية سوريا وتحية مغربية ولترى سوريا ولترى سوريا ومحلاتي يا سوريا ومحلاتي يا سوريا ومحلاتي يا سوريا وتراتك أبي وشبهن يا فوائد والتراث ورث مساجد علمينا القواعد محلاتي يا سوريا ومحلاتي يا سوريا وتراثك أبيا وحي الصفات الأحرار وما يرضى وفي بشار الصف الشحصار وأحرار ومحلاتي يا سوريا ومحلاتي يا سوريا ومحلاتي يا سوريا ونحتيج السحط الرصاص والأسد ضد المصاص ما نرتاح حتى الرصاص محلاتي يا سوريا ومحلاتي يا سوريا وتوراتك أبيا بسم الله الرحمن الرحيم. ناصر المستضعفين وقاهر الجبارين بعلى كل من ظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نناشد فيكم الأخوة، نناشد فيكم النصر، نناشد فيكم الدعم لهذا الشعب السوري الأبي. نتذكر جميعا كيف كانت دماء جنودنا قد سالت دفاعا عن الجولان أمام الكيان الصهيوني. هم لا يطلبون الآن دماءنا بقدر ما يطلبون دعمنا. هذا أقل ما يمكن أن نعطيهم، أن نعطي لإخواننا السوريين. إننا في اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري، وانطلاقا من مبادئنا التي سطرناها في منتصف غشت الماضي، أي منذ حوالي 6 أشهر أو ما يزيد، قلنا وما زلنا نؤكد على أننا ندعم بكامل القوة الشعب السوري ضد النظام البعثي الأسدي المجرم الإرهابي. ومن هذا المنطلق نظمنا هذا المهرجان الذي يأتي في سياق فعالية نطالب فيها أولا بطرد السفير النظام البعثي من الرباط. الشعب يريد طرد السفير، الشعب يريد طرد السفير، الشعب يريد طرد السفير، الشعب يريد طرد السفير. ثانيا نطالب بتدخل عربي عاجل وقفا وحقنا للدماء العربية المسلمة بكل أطيافها، بكل أطيافها من الشمال إلى الجنوب، حيث أن هذا الصباح فقط هذا الصباح 20 شهيدا. هذا ويذكر على أن المزيد من الضحايا ومزيد من الشهداء يسقطون كل دقيقة. قلت من هذا المنطلق أيضا نطالب بمحاكمة الإرهابي بشار الأسد في محكمة الجنائية الدولية، و
ومن هذا المنطلق ايضا نخبر المغاربه ونخبر الاخوه السوريين ايضا ونخبر الراي العام الوطني والدولي على ان اللجنه الشبابيه المغربيه لدعم الشعب السوري والتي تتالف من تشكيلات ومن اطياف سياسيه وجمعويه ونقابيه وحقوقيه توحدت على مطلب واحد نصره الشعب السوري. وفي هذا الصدد سوف تقوم اللجنه في القريب العاجل بتنظيم زياره لجنوب تركيا حيث توجد مخيمات اللاجئين السوريين، ونطالب بدعم هذه المبادره بكل اشكالها. نخبركم على أنه أيضا هذا الصباح توصلنا برسالة من الهيئة العامة للثورة السورية أقرأها وجاءت كالتالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الهيئة العامة للثورة السورية، بيان رسمي. أيها الأشقاء في المملكة المغربية الشقيقة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية حب مدرجة بدماء الأبرياء الذي سفكه عدو الحرية وعدو الإنسانية الإرهابي بشار الأسد، ننقلها لكم من إخوتكم في سوريا الجريحة التي تستصرخ العالم لنجدة أطفالها من التنكيل ونسائها من الاغتصاب. وما يعزينا هو قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وبهذه المناسبة نتوجه بتحية إجلال وإكبار لشهدائنا الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم ودمائهم وشبابهم وأولادهم لتحيا سوريا حرة كريمة، فكانوا بموتهم صناع الحياة الحقيقيين. لقد علموا الدنيا بأسرها كيف تكون الحياة وكيف تكون البطولة وكيف تكون الشهادة، وهذا شرف لا يناله كل امرئ، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. ما كل من طلب العلياء نائلها، إن الشهادة دونه حفر. يا أحفاد طارق ويا أحفاد ابن نافع الأفاضل، لقد عاش إخوتكم في سوريا 40 عاما تحت نير العبودية والإذلال بقيادة الحزب البعث العربي الاشتراكي الذي كم الأفواه وسرق المال العام والخاص وتلاعب بقضايا الأمة المصيرية، فتلبس رداء المقاومة للعدو الصهيوني في العلن بينما يمرر له اتفاقيات والاتفاقيات في الخفاء كعربون ولائن لخلق معادلة إقليمية تستبعد غياب آل الأسد عن ساحتها. وما هي إلا بضع سنوات حتى تم اختصار الدولة بآل الأسد، وسوقت سوريا بكاملها على أنها مزرعة خاصة لآل الأسد. وهبت نسائم الربيع العربي فزك معبقها أنوف أشاوس سوريا، فنزلوا للشارع مسالمين ينادون بالحرية والديمقراطية والحياة الحرة الكريمة. فأبى نظام الأسد إلا وأن يبادر غصن الزيتون بالقتل والتنكيل والاغتصاب واقتراف كل ما هو محرم إنسانيا ووجدانيا. حرية للأبد رغم عنك يا أساس، حرية رغم عنك يا أساس، حرية رغم عنك يا أساس. أوقفوا 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 المهزلة، أوقفوا 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 المذبحة، أوقفوا أوقفوا وتضيف رسالة الهيئة العامة للثورة السورية. أيها الأشقاء في بلدنا الحبيب الثاني، لقد مر عام على ثورتنا المباركة وقد قررنا ألا نركع إلا مهما بلغ تجاهل العالم لنا وتنكره لمبادئ الإنسانية التي يدعيها، وليعلم العالم أن ثورتنا يقودها جحافل من أحفاد خالد بن الوليد وابن الجراح ومعاوية والكواكب ويوسف العظمة وسلطان باشا الأطرش وحسن الخراط وإبراهيم هنانو الذين خرجوا كالمرضة إلى ساحات السوق.
سوريا وراحت هممهم تناطح عنان السماء وتصادق افعالهم اقوالهم فاستشهدوا ولم يموتوا وعزوا ولم يذلوا. عندما هبت وار تونس في وجه طاغيتهم هبت قلوبنا تدعو لهم بالنصر والثبات، وكذلك هبت قلوبنا مع احفاد عمر المختار الذين سطروا ملامح البطولة في اسمى معانيها. وعندما انتفض اخوتنا في مصر الحبيبة شخصت ابصارنا وضمائرنا نحو اخوتنا في مصر تدعو لهم بالنصر والسداد، وما هي الا اسابيع لتلحق سورية بركب الحرية العربية بعد ان تغلغلت نسائم الحرية في اجواء سوريا الحبيبة، فتواءمت ثورتنا مع ثورة يمننا المبارك. إن هذا الحراك الثوري الحر يدلل على أن الله قد قضى أن يؤلف الجرحى وأن نلتقي على أشجانه، فكلما أن بالوطن الجريح لمس أبناءه جنبه في كل مكان. فيا إخوتنا في المغرب الحبيب، جئنا من سورية المكلومة نستصرخ ضمائر الأحرار في هذا العالم ليقفوا بما يستطيعون لنصرة إخوتهم في الإنسانية، والذين وبالرغم من قلة ذات يدهم يذودون عن أعراضهم بصدورهم العالية وحناجرهم التي تصلح بطلب طلبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الهيئة العامة للثورة السورية.